لا تجي. يعني كاين هناك استهتار، بعد مرات كنقولوا كاين نقص في الموارد البشريه، ولكن بعد مرات كنلقاو السيد المدير جاب تقريبا واحد العدد ديال الممرضات ودخلهم للاداره، ولاو خدامين في الاداره وجاوبوا ممرضات يعني متطوعات وهي ممنوعه في المذكره الوزاريه، خصوصا من وقعت الكورونا، يعني ممنوع الممرضات انهم يشتغلوا هنا. ثاني اخرى باش تعرفوا الانسان ان مدينه اسفي يعني مقصوده بالتهميش، راه الوقت غيجيبوا لنا المندوب، جابوا مندوبكم. السلام عليكم. حنا خويا جينا كنغوتوا على هذا السبيطار هذا اللي 70 عام هذه، وحنا الناس ديال اسفي كندو الا مرض لنا شي واحد كندو لمراكش، الا دار شي واحد كسيده كندو لمراكش 70 عام هذه، نهار عقلنا. وانا الاول وقع لي مشكل مع ما كاينش شي دار هنا في اسفي وما عندهاش شي ورقه بان دات شي واحد لمراكش. حنا بغينا نعرفوا هاد اسفي هذا واش محقور حتى لهالدرجه، واش مظلوم حتى لهالدرجه، ما فهمنا والو. وزير الصحه هذيك النهار جاب الحد، واش نهار الحد كاين شي زياره كاين شي خدمه، جيتي بالحد واستقبلوا لي الزغراتات ودو غير الجناحات اللي زوينين، ودخل دخل المستعجلات، دخل جيب الليل وجيب الليل وتشوف، راه ما كاينش المدير ما كاينش في هذا العالم، ولا الاطباء كاينه عصابه، هما ماشي كلشي، كاينين مديرين اللي عندهم ضمير مهني كيخدموا بنيتهم، وكاينين اطباء علاش نقول لك سماصريه كيبيعوا ويشرفوا في الصحه ديال البشر. الا جيتي بالليل تقمع هنا في السبيطار، ما تعرف راسك واش داخل السبيطار ولا داخل الكوميساريه، القمع. 70 عام هادي وحنا كندو بنادم لمراكش، راه حشومه وعار، ومدينه اللي عندها تاريخ، وعندنا مدينه صناعيه، عندنا لوسيبي، عندنا الطاقه، عندنا الجبس، عندنا البحر، عندنا البر اللي بغيتي، وهما من هاد الشيء كامل حنا كندو بنادم مراكش، راه حشومه وعار. حنا المطلب ديالنا الوحيد هو اننا بغينا سبيطار يكون عندنا في المدينه. هاد السبيطار هذا راه مجرد بنيات، غير البيطون وصافي. ادخل ليه الله القاسم، الا بنادم كيتم داخل الا كيتخلع كتجي الخلع اكثر من ديال المرض، كيقول انا واش غنخرج حي ولا نخرج ميت من هذا السبيطار هذا. ما راه حنا كناشدوا جلالة الملك الله يخليه لينا ولا ينصروا لينا، كناشدوا جلالة الملك هذا السبيطار هذا، راه اش نقول لك، راه ربما في 58 عام فاش دير هذا السبيطار، راه جاي 70 عام وحنا كندو بنادم مراكش، راه كاين اللي مسكين دو غير رجعوه من ثلاث بوكدا رجعوه، راه حرام. وكان كان هاد مراكش هذا يقولوا كاين شي لوطوروت ولا، راه بحال غادي بيس، واش واحد هاز حكومه وغادي كضرب به ثلاثه السوايع، راه ما كايناش هادي، راه حشومه على هاد الحساب هذا. ولو هاد المره لو وقعت شي كسيده ما تجيبوش السبيطار هنا، من تما خرجوا الدين لمراكش صافي، علاش غتجيبوه هنا؟ علاش غتجيبو تزيد عليه؟ راه حشومه. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم واحد من ابناء مدينه اسفي. اليوم كيف ما كتشوفوا الوقفه الثانيه امام مستشفى العار كيف ما كنقول ليه، ولا مستشفى الموت، مستشفى محمد الخامس بمدينه اسفي. هاد الوقفه الثانيه جات بعد الوقفه الاولى اللي ما تبدل والو في السبيطار، رغم اننا سمعنا راه كاينه لجان وجات لجان، ولجان جات بالنهار، لجان جات بالليل، للاسف حتى حاجه ما تبدلات، السكانير باقي خاسر، الاطباء باقيين ما كاينينش، باقي عندنا نقص الموارد البشريه في السبيطار. بصراحه واحد المعنى قاصح شويه، راه اللي كيدخل السبيطار كيموت، راه اللي كيدخل السبيطار كيموت، بالله عليك بالله عليك. هذه رساله لوزير الصحه، علاش حنا دايرين هذا البافيت؟ بالله عليك علاش حنا دايرين هذا البافيت؟ غنخافوا على والدينا، والدينا راه غدا ولا بعد غدا الا مرضوا راه غادي يجوا هنا وغادي يموتوا، غنخافوا على راسنا من كورونا، حنا راه بلا نجوا هنا وغادي نمرضوا بكورونا. راه اكبر فضيحه دارت في المغرب ان في المغرب هي في هذا المستشفى محمد الخامس اللي جا كيمرض بكورونا. وحاجه ثانيه، راه علاش غنخافوا على والدينا حنايا؟ راه ابسط الشروط ما كتوفرش في هذا السبيطار. الامر الثاني والمشكله العويصه اللي كاينه في هذا السبيطار هي انك تجي سواء كنت مضروب في راسك، سواء عندك امراض القلب، سواء عندك اي مرض، او ولات عندهم كلمه شهيره لدرجه انه ولا كلشي كيضحك بها، كيف ما دخلت هنايا كيقول لك سير لمراكش، علاش حنا نحلوا هذا السبيطار سدوه ونديروا لنا هنا في الباب سير لمراكش، ونولوا نمشيو للمحطه ديريكت ونمشيو لمراكش، علاش حنا غادي نجيو هذا السبيطار؟ بالله عليك يا مندوب الصحة، بالله عليك، واش ما كتشوفش هاد الحالة؟ واش ما كتجيش هاد السبيطار؟ بالله عليك ملي جا وزير الصحة، واش ما وصلتيش لي أبسط رسالة؟ أن عندك نقص موارد البشرية هنايا، أنا ما عندكش طبة، أنا ما عندكش فرملية، أنا ما عندكش سكانير، وبالله عليك أن الرجال الوزير بدا كيتزغرت ليه، راه حشومة وعيب وعار، هاد المدينة ما عرفناش فين غادا، للأسف للأسف، راه يصعب الكلام في مثل هاد الحالات. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة. نقف اليوم
احتجاجا على تردي خدمات مستشفى محمد الخامس، نقف اليوم الوقفة الثانية، وقفة الكرامة والاحتجاج، وقفة الصمود للاحتجاج على واقع مستشفى أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه عبارة عن بناية مهترئة، بناية مهترئة وجدرانها إلى دخلنا قلبنا غنلقاو أن جدرانها مطلية بالطلاء الجيد، وهذا ما هو إلا مصادرة لحق الشعب، وما هو إلا تنميق وتزييف الواقع، لأن هذا المستشفى صراحة هو نكسة من نكسات إقليم آسفي. مستشفى محمد الخامس هو مستشفى بدون تجهيزات طبية، مستشفى محمد الخامس هو مستشفى بدون أطقم طبية، مستشفى محمد الخامس يضطر معه الناس الانتقال لمدن أخرى، ينتقلون إلى مدينة مراكش، إلى مدينة الدار البيضاء، ينتقلون لملاقات مصيرهم في الطريق نحو مستشفيات أخرى. لماذا؟ لأن الكثير من الناس كيتهزوا من مستشفى محمد الخامس نحو وجهات استشفائية أخرى لكنهم لا يصلون، كيموتوا في الطريق. لماذا؟ لأننا إما ما كاينش تجهيزات أو لأن الموارد البشرية ما كايناش. فهل يعقل أن مستشفى ما يكونش فيه طبيب ديال الإنعاش؟ بالله عليكم واش يعقل أن إنسان كيجي بين الحياة والموت المستشفى محمد الخامس ويضطر وكيضطر أنه يهزوه في سيارة إسعاف المدينة أخرى، في حين أن الأولى والأصح والأجدر هو أنه كان خصو يتنقل من البلاصة اللي وقعت فيها الحادثة أو من البلاصة اللي تصاب فيها لأقرب مستشفى بطائرة باش يبقى على قيد الحياة. حنا كنجيبوا المستشفى محمد الخامس باش يوصل بين الحياة والموت ونهزوه لمدينة أخرى بين الحياة والموت، وكتكون النتيجة أنه يقدر لا قدر الله وقعوا حالات أنهم ماتوا في الطريق. فمن هذا المقام جينا باش ندقوا ناقوس الخطر وباش نقولوا للمسؤولين، أولا كنقولوا للوزير اللي كان قبل مدة في مدينة أسفي أن الزيارة ديالك لمدينة أسفي ما خداتش طريق وما سلكاتش الطريق اللي كان خاصها تتابعها، كان ينبغي أنه ياخذ طريق ديال المقاربات إصلاحية، وكان ينبغي أن يتخذ مجموعة ديال التدابير للحد من الفساد المستشري في هذا المستشفى. لا يعقل أن الأطباء يخرجوا يخدموا في القطاع الخاص ويخليوا المرضى هنا طوابير وكياخذوا مواعيد طويلة الأمد. لا يعقل أن الأطباء هنا من يجيوا الناس يبغوا يديروا عمليات جراحية يبتزوهم ويديروا لهم عمليات جراحية مقابل المال ومقابل رشوة. لا يعقل أن لو يستمر القطاع ديال الصحي فهاد المهزلة أمام سكوت. أولا المندوب الإقليمي اللي ما كنعرفوش علاش لازم الصمت أمام مدير المستشفى اللي ينبغي أن يتهم بأنه متواطئ لأنه هو الرئيس المباشر ديال المستشفى، ما لا ينبغي أن يسكت على أشياء اللي كيعيشها مستشفى محمد الخامس. ثم كاين الفساد أيضا في مسائل أخرى، ملي كنهضروا على مستشفى محمد الخامس كاين الفساد على مستوى الحكامة، على مستوى الصفقات، على مستوى التدبير، على مستوى طريقة صيانة الآليات. ثم كيجي الأمر الآخر اللي خلانا قبل مدة كندقوا واحد الناقوس ديال الخطر، وكنقولوا أنه لا يعقل أن يتم تعطيل الآلات في مستشفى محمد الخامس باش نرسلوا الناس يمشوا للقطاع الخاص. والآن ما يتم تداوله وما وصلنا له هو أن هناك نوايا مغرضة وهناك نوايا سيئة اللي كتعطل الأجهزة ديال المستشفى محمد الخامس باش تخدم لوبيات ديال القطاع الخاص. فمن هذا المقام كنقولوا ينبغي أن يوضع حد لهذه المهزلة. إذا كانوا ناس عندهم الإمكانيات وكيقدروا أنهم يشدوا الطائرة ويمشوا يتعالجوا في أوروبا ولا يمشوا يتعالجوا في مدن أخرى، فالناس الساكنة ديال أسفي راها كتعاني الهشاشة وكتعاني الفقر. إلى ما لقاتش العناية والعلاج في المستشفى الإقليمي ديالها فكيكون المصير ديالها هو الموت. فبالتالي كنقولوا نحن مستمرون ومصعدون وممكن نصل إلى أي درجة من التصعيد، رجاء وابتغاء أمر واحد هو أن يوضع حد لمهزلة مستشفى محمد الخامس، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.